لا تحدد، لا تحدد انواع اللعب. لا لا تحدد. انا اقول الطائره. يا فهد انا بقول الطائره. من اللي يكبس كذا يجي من عند الشبك؟ نواف ايش؟ التميمي يا خد ما عرفت. لا اله الا انا بمشيك على ذا الكلام اللي انا بيها بس عاد بعدها انت مشي يا الربع. الله يستر عليك. روح استودعناكم. لا 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 بدا يا وليد. تعال وليد. روح روح والله اني ماشي. لا 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 بدا ماشي والله ما تروح. ادعناكم الله والله ما تروح يا اخوي. احنا نتكلم مدري عن ايش ويقول لي. لا 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 تعال تعال والله ما تروح. لا لا ولد والله ما تروح. هذا في الرجال حلو. والله ما تروح. هذه مشيت يا ريجي. والله ما تروح. والله حلو مشيت عليه. علق علق ورع. كل يوم انا اعلم، كل يوم انت تزعل الرجال وتتخانقهم وتغلط عليهم. العظيم ما ذكره. شوف نفسك. متى وانا اعلمك يا اخي؟ ايش يقصد ايش يقصد فهد؟ انا والله امسك تعال قول مغير دائما تهاوشن عند الرياجيل. والله دائما مغير تهاوشن عند الرياجيل وتقول خلك رجال لن تعال 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 اقول لك ايش نقصد الحين. اسمع لا تهاوش. الله يعطيك العافيه. ايش قلبت انت كنا افلام كرتون؟ هذا يقصد ان هذا يقصد سعود العتيبي مراكز. ايوه ايش شو اسمه يثبت المين على الغامدي. يعني ايش؟ يمهد للطريق. يعني مهد للطريق المحور. وعلى الغامدي يشوت على طول. يعني ايش؟ يضرب النقد. نواف التميمي يستقبل ويطبطب. فهمت؟ يعني يحاول ايش؟ الكوره ما تروح تتسطح. هذه هذه عيال. هذه 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 عيال. هذه الكوره ما تتسطح. فهمت كذا وضعك؟ فهمت نواف يا فهد حبيبي؟ فهمت يا فهد؟ صح. الا الله يهديك فهد والله العظيم. خلاص بيضرب جيك. وش نرجع لاقول لكم الطائره. نواف يقول كذا كبسها كبس بين ايش؟ بين ايش؟ الخط بين الشبكه كبس كذا على خلف كبس. علي علي كم مره تجيه ما يضربه هنا تجي ضرب كذا. فهمت؟ هذا هو سعود حليله اللي يرسم. يا اخي الله يخليك سكتوه يا الربع. بس ايش فيكم؟ والله لهم غلا ولهم محبه ولهم اكيد اكيد اكيد. شاطر فهودي. أنا أكبر منك. شاطر. كم عمرك؟ ليش الطاطا هو بدابة هو بدابة؟ شاطر. دايما غير دايما يقول شاطر بهودي. شاطر بهودي. شاطر بهودي. ترك ضربت إصبعي. إيش بك؟ إيش بك؟ شاطر. خلاص خلاص خلاص. لا 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 لا. ثوب ثوب ثوب. والله ثوب. يلا. ما عندنا لون. لا اسمع تتفكني تتفكني فك رجولك انا بمسك. توثق فيني والله. لو ثق فيك بس اسمع دقيقه. خلاص يا الله نحرجني. خلاص نعيد من جديد. قول توثق فيني. قول لا توثق فيك. اي والله اني اثق فيك. خلاص بدون ما اسال. ها ابا حيا عسقانا الاول اروح خامد وزهراني. انا والله اني ظهري. الله لا يبارك في العدو. شفت؟ خلاص خلاص اهدى. خلنا نسولف بهداوه. تكفى ممكن. آه يا ظهري. ها من فيه من قام بكرة المذاق؟ سريع. يقول بكرة الثلاثاء. ينشد كان بنتنا ولادتها على مرقاب عالي. لباسها صلب لكن مزيون. بكرة الأربعاء. من اللي معك؟ بكرة الثلاثاء. بكرة الثلاثاء. إيه من اللي معك ذا؟ أنت بكرة ولا الأربعاء؟ معي عاد الهيف. وضدي فهاد وعمر. بكرة ولا بعد أنت؟ ها بكره ولا بعد؟ لا بكره. احنا ما في عادل هيب اني اقول لك اي شيء سوي. ما ابغى اسوي اي شيء انا لاني ما اعرف اسوي اي شيء. ليش وليش اليوم اخذت 600؟ ما 600 300 ويقولون 600. ان كان جت 600 بيسعد ام الفله. الا 600 اذا انت لحالك في المطبخ. لاني 600. كنت ابغاها. كنت ابغاها وليد. انا سالف معك اقول لك 600 انت تقول كنت ابغاها. 600 ما هي ما هي 600 إيه؟ والله إيه؟ والله يسعد امك. والله ما كنت ادري. ليش اذا لحالك؟ ايه اذا لحالك 600. لا يقول اعطوني 300 كذا يعني وليد. عاية علي الدوسري اليوم المقدم. من قال لك؟ علي الدوسري المقدم. كان سالتني قبل تروح لعلي. 600 سهله اعطيك اياها. والله تستاهل وليد. انت صادق تكلم صدق. ما عمري مزحت معك وليد. ليش؟ انت غالي و... واللي جاي منها غالي ابوك. مكان غالي. ايه. 600 جل همك انا في جيبك. تبي شيء ثاني؟ ان شاء الله انا بكره نجيب 350. قول حقي تجي 50. لا بكره 150 خطوات. خلاص خطوات. بكره عاد حليت انت. فليتها. تدري لها لذة خطوات. إيه. مع أنها 50 خطوة بس لها لذة. يا أخي يا حلو. يا حلو المتسابق. شيء اللي بلاش. يا حلو المتسابق اللي يفوز الظهر. يا أخي تحس جمهوره كبير بس. يقوم الظهر. يعني إيه معناه. قصدك وليد. إيه حتى أنا. حد فهد مطيري من أكثر الناس اللي يأخذ الظهر. إيش اسمه؟ جاتني من. وين يا وين يا عوين زي وين وين. حق الكويت. أيوة. فهد مطيري. جمهوره كلها يقوم الظهر. لبوا والله قلبهم يتعبون معي. فهد مطيري كل جمهوره في بيتهم. الله يجيبهم. اي والله من الظهر يقوم.
والله في بعض يقول نقوم من الساعة 10 نفطر عشانك عشان يفتحون التلفزيون ذا يقول شوف الشيبان لا اله الا الله وحده لا شريك له قولوا لا اله الا الله اذكروا الله حقا لا الله نكسب اجركم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام تشفع لنا يوم عندي القيامه مطبخ بكره والله كان اصحى من بدري معك بكره انت فايز انت من ليه انت فايز اكيد نعم ليه 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 استهانة فيني ولا ها استهانه فيني انت فايز وانت لك 600 لا نايف ليه انت بكره اوه ناصر غامدي نسينا انت بكره ايه ماني معك انت معي عمر بن هذا هو الفايز ليه؟ ماني معك معي الله معي الله والله معنا كلنا والله انه هو الفايز استغفر الله فتح او بناء يفوز لازم يفوز فهد اي والله شوف يا نايف ما ترمي ما ترمي اجابه زي كذا تقول دائما يفوز قول بجهده باجتهاده خلتني اكمل انا ما ادري عنك انا وش قلت؟ قلت تقول دائما يفوز دائما يفوز خلاص باقي ما كمل يا نايف صل على النبي كمل شوي والله يا ساير انه انسان كويس صح لبى والله قلبه اقسم بالله يا سعد انسان كويس يفي ذمتي نتكلم وانا صادق انا والله انه استاهل يعطي اليوم يعطي الوضع حقه اليوم كانت طبختي زينه جدا شوف انا تصدق انه هو اللي غلطني ليه؟ طبخه زينه وماشي كل اموري اوكي جاك اربشك حطيت على الكشنه ما قلت لا في طماط طفيت انا ولا باقي؟ قلت لا ما طفيت يربشك قال اذا طفيت لا تحط خلاص لا خطا اذا طفيت لا تحط وانا طفيت إيه؟ سويت حطيت سويت ذكي حطيت شوي ها ليش طيب طيب لو انا ما اتكلم طب اسمع كلامه يا اخي ليش تحس ان الناس تكلموا لا هو عكس حطيت مويه قلت يا ولد اكيد هذه لازم تفرش قد ينشف شوي حطيت ما طينته مرحبا مرحبا ارحب يا رجال انا ما نرجع ارحب اجلس ارحب سمسم يا رجال بس طيب أمانة, امانه 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 يا نايف اكلتي ما هي حلوه الا بس طيب امانه ايش كم امانه كم امانه قلت لها امانه 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 بس انا اي والله بس ليه فزت ها 600 فزت لا لا راح اجي معكم لا علم علمهم ليه فزت لانك انت غلطت ولانك انت علمتني خلاص ذلنا لا يا عبد الرحمن عسيمي الثاني اول ما فتح لا بس ما خلناك اول ما طبخ طبخ اول ما فتح الطبخ المزايا اقسم بالله يا قلت ابراهيم والله العظيم ما نفوز ابراهيم ليه بعد حي قلت خط غطي المغطي يقولون يقول يغطي غطي غطي شيء جاء من مكان ثاني فتح وش الطبخ طلع الماء قال شفت قلت ايه يا رجال شفت اليوم يا رجال اقسم الله يكون ابو زهره اما عزيتني 300 قلت لها يا راكان ولا لا والله تستاهل باصابه راكان والله تستاهل مالك زود بس ودي ما يعطونك ودي يعطوني 600 كامله والله تستاهل تستاهل طيب ابى تبيها خذها فهمت خليني اقول لك ايش بك يا لا 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 والله العظيم يا ولي والله العظيم انه بدون اصابه بدون اصابه مسكت كليتك انا يا راكان بدون اصابه هنا 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 مداني ها شفت لا انا انغز انا انغز صح لا لا انت انغز تكبر تنغز اي تكبر اهلا وسهلا ترى ميداني من قبل ميداني كيف حالك؟ الله يعافيك طيب شوف هو ذا خليني اقول لك اقسم بالله يا اليوم لو تشوفني في المطبخ شوف اول شيء احترقت هذا رقم 60 يعني دليل الاخلاص ذا شفت ما بقول ذاك اللي يشتغل 56 شغله في المطبخ اسلم كذا وامسح وراه اغسل المواعين وارجع واكشن واحرق الكشنه وارجع اسوي مدري ايش وارجع اطفي النار والله العظيم لونك تشوف البصل صل قاعد كانه مكدونس ترى تخيل الكشنه قال لا انا والله اني افضل صل على النبي يا وليد دخلنا انا والله اني افضل اني اطبخ لحالي انا غير بصرف لي معك صل لك بعضهم يخرب المثل ايش يقول اصلا الطبخه لك طبخي لك كثره وخربت الطبخه يا اخي بعض المرات اقول مثلا احمس اما زود في النار ولا قصر لا شليت فهد قبل شيء ضرب علي ضرب ترى كلنا والله اني ودينا لحالي عشان بكره انا وابو هذال بقول ابو هذال بخدوم اسمع كلموني الزعيزي ودي انه جاء مطبخ ولا ما صحته يقول ما حد صح يقول ما حد صح ما حد صح صادق ما حد صح انا جنبه يعني لو صحته استاهلوا تدرون ليش؟ انكم غيرتوا غرفكم استاهلوا من باعنا راحوا يدورون وما لقوه اي راح الشرير ما لقوه عليه ظني هو راقد طلع برا برا طلع برا طلع برا استاهلوا يعني ما تبي الخوف فيكم لا ما احنا ما ندخل ما تلزم الخوف احنا في المطبخ لا تسوي ما تلزم الخوف شوف العوض يا فهد دبشوا بالعوض انا ما عندي مشكله بس الرجال اظهر اسمه اليوم لا ينادونه هذه فيها علوم ايش دخلني انا؟ تبغاني اشتغل لك اعداد برضو خويك ونعدي خوي كلهم اخوياي حتى نايف وابراهيم خوي هذا انا مقصد ما اتكلم عن بشكل عام راح اقومه في المطبخ خويك سحبني اسمعني بطبخ معك مناني علي والله اني ليش؟ قول لي ليش؟ قول لي ليش؟ دقيقه خويك من نفس بريك
ايش؟ اسلم. الحين قد انا قد بديت الطبخه وانا لحالي ما اقدر اطلع. طيب قول الاعداد يكلمون. كلمتهم. وش قالوا؟ قالوا طيب يجي اتصال في وقت لاحق. ايش تراني عنهم ايش قالوا؟ المفروض سائل يروح ولا؟ لكنها من حسن حظ الراكان، راحت الراكان ما راحت، شفت كيف خير الراكان. ها لو محمد جاء مره واحده يعني ياخذ 300 وانت 300 وانا 300. انت صادق والله العظيم. كيف 900؟ من اللي ياخذ 300؟ هذه قد صارت الاسبوع اللي طاف. من اللي ياخذ محمد؟ من اللي حضر مكان عمر؟ ما ادري. فهذا انت حضرت مكان عمر؟ مع من؟ يوم عمر كان في شعر، راح الشاعر المليون مسابقه. انا وانت مدخلون، انا وانت. انا حضرت بس والله ما ادري مكان من. خذيت 300، خذ عمر 300 لما عذره، واللي في المطبخ خذ 300، ثلاثه خذوا 300. حلوه. يلا خيره. خيره خيره يا رجال. كل شيء مقدر ومكتوب. الله. وبكرة يا أبو حمود إن كان فزنا تستاهلون فلا جديد، وإن كان فزت فألف مبروك. شوف حالة وذي أنا ما أعرف لها، كان جاتنا حالة؟ حالة لا لا بكرة لا. طبختكم علمكم لازانيا. لا لا دقيقة لازانيا دقيقة معك. لا لا بكرة مسالة. أنت صادق؟ إي والله. إيش درت؟ قولي لي كيف اسويها. طيب قال لي انت جيت الاسبوع اللي راك قلت لي قاش طبخت، قلت مساله. قال خلاص اليوم بجيب لكم بشاميل بكره مساله. ارحب اعلم كيف تسويها. كيف اسوي؟ والله اني ناسي صدق، نسيت والله، بس انا اللي فزت فيها. مع عمر. هلا عمده. عمده اي مساله منتهينا امرها. تحية هذه لك يا عمده. انت المعي صادق. عرفت ايش المسالة؟ كثر ايش؟ ابرقه ابرقه خلها خثر. لا 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 سوي اللي قلت لك. تحية ابرك عمده حبيب قلبي مروان معي. ابرك عمده ابرك عمده. استمر به عمده استمر به. الرجال متى يا عيال؟ انت قد اكلت المسالة؟ اول مره اسبوع راحه ونايف. دقيقه انت قد اكلتها؟ لا قبل. لا مرقتها وشي بس سؤال علمني نفس اللبن ولا رايبه؟ مرقت لا ثقيله شوي ثقيله لان العيال سووا جات كانها شربه ما شربه مرقه انا جات ثقيله شوي بس ابو كذا انا صار لازم مرقتها ثقيله تذكرت توي مش كثر ما يحطها انا والله ما ادري كذا صبيت كذا خليني اذكر زين بس انا ضبطت بس يطول ولا ما تطول تدري ايش اللي حطينا البهارات حطينا على راس الملعقه نص ملعقه نص ملعقه الا البهار التكه مساله ذا حطه كله شفت في بهار يجي لحاله المساله حطه كله انت قاعد تسولف قدام وليد كله بياخذها وليد عارف وليد بيجيني بكره ساعدني في الطبخه واجي اساعده في الطبخه احت زنبي والله احت زنبي انا بعد والله احت زنبي والله احت زنبي لا ضاقت عليك ولا فهاد يا رجال يكفيك في القوه المطلقه ها اخر خطوه عقلت نفسي عشانك وانا طحت بعد لا شعوريا عشانك ابغاك تقوم بعدين بعدين قمت وش اسوي؟ ما طاح الا عند الفوز استراحة والله اني هرت صادق يعني طحت رياجيل ما في شيء خرد علي ما ادري ليش عاين فيه قدامي زي كذا هو فارق عن الصدق انا وراح على طول بشر لا يوم خذع يجي بعد جنبه وانا اقول ما ادري ايش جاني لاني على وجهي واقوم ابغى ارجع لها زريت لكن انا احتاج شيء بكره ابشر بي والله والله يا رجال اني هميت القوه المطلقه شلت همها قصدك بكره؟ المفروض انا ما اعطانا الدرجات ولا قال لنا بتصير كذا باقي ابراهيمين هي نفسها بيعلمك يوم الخميس اللي بيطلع ابراهيم ده هو ابراهيم الاخير تحسه ما تدري ايش وضعه ما تدري ايش وضعه لانه دخول خروج ها؟ يطلعونك ابراهيم يقول لك اجلس كمل بكره لان المتسابقين بيرجعون ولكن ممكن يلغونه ما تدري خليك على شده يقول ابراهيمين خليك على شدك وعدك يا رجال لين توصل النهايه ابو سلطان البارح يقول ابراهيمين ايه ابراهيم تصريح ابو سلطان يقول ابراهيمين ثم اخر اسبوع اتوقع ان المتسابقين يرجعون اسماء معينه ممكن ما هو كلهم سلم سلم كيف اسماء معينه؟ ما لي دخل ايش دخل هذا؟ والله ضرب من قلب هات هات والله ابو ولا ما انت ابو لا 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 ابو ولا ما انت ابو طالع فين يا ابو ولا ما انت ليش اسماء معينه؟ خمس ست سبع ولا كلهم؟ ما هم جايين كلهم ما هم جايين اختياري ولا اداره الاداره طالب؟ اختار اختار الاداره اداره يا انا بديت اشك انك صدق ناصر غامدي اداره اختار هذا ناصر لا غامدي اداره اختار طيب متى تتوقع بيرجع؟ ها؟
من يتوقع بيرجع؟ انا اشوفهم كلهم بيرجعوا. لا لا ما مراجعين. مصادر موثوقه. كيف صار؟ لا لا توقعات. كيف تعرف؟ برامج كذا ما يرجعوا متسابقين كلهم، الاداره تختار متسابقين معين. كل برامج الواقع كذا. تصدق اني ما قد تابعت برنامج واقع في حياتي؟ اما اقسم بالله العظيم. السوق طب اقرب واحد السوق. والله ما قد تابعت. والله ما قد تابعت. تدرون ايش تابعت انا؟ ما تابعت الا كان تابعت انا ما ادري. الا زد رصيدك سته. هو فخم واحد. هو اللي تابعته بس. واللي بعده كلهم بعد فخمين. كنت تستمتع فيها؟ لا وليد يقول تستمتع فيها، كنت تبكي وقتها كان شتاء. كان شتاء. وكنت اجازه عند يعني مكان ما، كان يعني التلفزيون موجود دائما. هذا اللي خلاني اتابع. يا ولد احنا وصلنا مرحله في البيت ودي الشتاء يدخل بسرعه. وليد احنا وصلنا مرحله ودي الشتاء حق عاشي مش ثانيه. يا شباب اسمعوا احنا وصلنا ان شاء الله اخر 10 ايام شتاء. وليد احنا وصلنا مرحله في البيت امي تسالني وانا هي برا البيت تقول اتبعي، تقول من اللي طلع؟ ارجوك ازعجنا. خلاص تحمس تتحمس. امي تنشدني وهي برا البيت وانا برا البيت، يعني انا بتابع انا في شو اسمه اليوتيوب، تقول من اللي طلع؟ خلاص تحمسون تكون في عزيز لانها منافسه. هذا السوق. واحد السوق تحمسنا. ايه منافسه وكل واحد يميل لشخص معين في البرنامج حتى لو ما يحبه. احيانا ما يحبك ما يدعمك بس اميل لك انت، اذا شفتك تفوز انت انا انبسط. والله اني انا مع بدر الحافي وابراهيم الروقي والثالث منهم كنت ميال لهم. كنت لهم هم نفسهم. والله كنت فان لهم. والله والله يا ابراهيم الروقي انه كان جلسه انهم يجلسون ثلاث ساعات اربع ساعات كلها سوالف. يا اخي ابراهيم تحفه. اي والله ابراهيم فنان. ترى قد قابلناه ابراهيم الروقي. ابراهيم الروقي اول واحد تعرفت عليه. ابراهيم تعرفت عليه في بث تيك توك فنان يا اخي. فزت عليه. هذاك غباشي يا غباشي ابو فارس ما يضرب وجهه. مالك شكل. زاحف مالك شكل. مالك شكل. مالك شكل. مالك شكل. قبيل يوم شغله شارت فارس. فارس من؟ عبيد. عبيد فارس عبيد فارس. قعدت تسمع الصوت ما عرفت. فهد من اللي فارس؟ مين هو؟ فارس. طول شفت القصيده يوم قال فهد وانا على طول عيني طاحت عليه. وين؟ يوم يقول قصيده عن اسم فهد اسمعي. ايه شاعر. اي بعدين قال فهد اسمعي قال معروف معروف يا اخي بس اسمك والقصيده لها هيبه وبتموت. معروف فهد السبيعي شاعر. أما الكرم قد فاز بحاتم الطي حتى الفرس من شاق غيلة طالها. هاي فهد جاتك شركة سياحة ولا باقي؟ وين ندوخ ولا شيء؟ وين ندوخ؟ كنت أدوخ وأنا صغير. فهود جاتك شركة الله يلبيك، جاتك شركة سياحة ولا باقي؟ والله يا ود شو اسمه؟ جاك قول قول طالب شركة سياحة جاني كنافة. لا الجوال الاعداد يقول يلا يسكت. الالعاب انا ما اتصالات انا ماني بايدها بزيادة هالالعاب ذي. لبيه. الالعاب ماني بحبها بزيادة. العاب ايش؟ تحسون انقطعت حقت وايل. اني طلعت الدنيا. والله والله شكل من الاتصالات اللي جت برا. حتى جروبات الدعم ايه حتى جروبات الدعم ما عاد صار بعد يجيبون نطاطات. عيال تكسروا. حس ان احنا عقلنا شوي. لا عيال تكسروا. كل يوم مكسر واحد. يستر عليهم. آخر عدد جاب واحد شيء كلهم جابوا ورا. جابوا سكريم جابوا سكريم 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 نطيط 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 حتى 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 الأسر يجيبون ورعانهم بنت ولد بكره بنت ولد بنت ولد. جاء اسمع شو اسمه بنت الزعيزعي ولده أهل إشكاله قال لا ليش لا هو يجيب حنا ما نجيب جابوا عزام جوهرة بعدين شوي جابوا سامي إيه من سامي بعدين سامي بعدين جاك حمود مرة ثانية حسون قال يا رجال أسمع.